الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة والله واسع عليم يا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون
وما للظالمين من أنصار صدقات فنعما هي والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ليس عليك هداهم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي
يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله
علمه الله فليكتب
فليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله
واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الفاتحة.